من الفرحه والسعاده بيعيشها كل جمهور الاهلي بعد انتهاء لقاء الاتحاد السكندري بنتيجه 2-0 جولين في الوقت بدل الضايع بيحققهم وبيحرزهم الاهلي في اللحظات الاخيره. خلينا اكلمكم على كواليس اللقاء اللي سخنت جدا وحصل فيها اشتباكات في نهايه اللقاء. طبعا في البدايه النهارده يعني عمار حمدي لاعب الاهلي المعار للاتحاد كان حريص اللي هو يسلم على لاعبته النهارده وزملائه في الاهلي قبل بدايه اللقاء. سعد سمير دخل كده في وصله الزار جمهور الاهلي بقى النهارده من اول اللقاء قبل اول لما اللعيبه نزلت تسخن هتف لهم بالدم بالروح الدوري مش هيروح. كان فيه هتافات قويه من لعيبه الاهلي من جمهور الاهلي لعيبته النهارده. جمهور الاتحاد بقى هو اللي كان حريص في بدايه او قبل بدايه اللقاء كده اللي هو يهتف لرئيس النادي ويسقفوا له بشكل قوي هتفوا له بنحبك يا ام صلحي. ام صلحي طلع كده يعني وعمل لهم قلب وبدا يشاور لهم. الاجواء قبل اللقاء كانت هاديه كان في حاله من الروح الرياضيه ما بين الاجهزه الفنيه اللي راح النهارده كابتن حلمي طولان وسلم هو وكابتن وليد على كل دكه الاهلي. كان الروح عاليه جدا ما بين الاجهزه. طبعا لو كلمتكم على اجواء اللقاء الدنيا كانت مشدوده جدا عند جمهور الاتحاد بسبب حكم اللقاء اعترضوا عليه وبداوا يهتفوا ضده اكتر من مره. كان في النهارده يعني انفعال قوي جدا من الكابتن حلمي طولان ومن دكه الاتحاد على بعض قرارات الحكم انفعلوا عليه بشكل قوي النهارده. برده مستر لاسارتي كان واضح اللي هو متوتر جدا من الشوط الاول وما كانش عاجبه اداء لاعبته النهارده. طبعا اللي كان واضح بقى جدا يعني عدم رضا برده دكه الاهلي عن بعض قرارات الحكم كان في اعتراضات بشكل مستمر النهارده. سعد سمير راح كده اعترض يعني على الحكم الخامس اللي كان واقف عند جون الاهلي وكان باين ان هم مش عاجبهم برده الاداء التحكيمي في الشوط الاول. اول لما انتهى بقى الشوط الاول جماهير الاتحاد هجمت الحكم بشكل قوي جدا وهو خارج. لكن الشوط الثاني بقى الدنيا توترت جدا جدا بدا اعتراضات كتير جدا من دكه الاهلي على الحكم برده نفس الوضع على دكه الاتحاد اعتراضات وتوتر واضح. جمهور الاهلي من وقت للتاني كده بدا يهتف للاعبته. سعد سمير كان واقف وكان باين عليه التوتر القوي جدا وبدا يشاور بقى للجمهور ويقول لهم يعني اهتفوا للاعيبه وبدا يقول لهم يعني اهتفوا كده اكتر من مره. لكن اللقطه بقى الغريبه النهارده هو حسين الشحات اول لما تم تغييره اعترض وهو خارج كده كان باين اللي هو حزين من خروجه كان حزين اللي هو اتغير واعترض بشكل قوي وهو خارج كده يعني كانت الدنيا كان واضح ان حسين يعني مش عايز يطلع حاولوا اللي هم يهدوه لكن كان باين اللي هو زعلان جدا. اول طبعا لما يعني بعد التغيير بدات الدنيا تتوتر اكتر بدا جمهور الاتحاد بقى يهتف بشكل مستمر لعبته حسوا اللي هم خلاص يعني سيطروا على الماتش لحد بقى لما اتغيرت الاجواء في الماتش 180 درجه. اول لما جه الجول الاول الاهلي احتفالات قويه جدا في كل مدرجات جماهير الاهلي احتفل بشكل قوي النهارده. بقى رمضان صبحي هو اللي راح كده ويعني شاور على علم النسر الاهلي وشعار الاهلي لجمهور الاتحاد لان جمهور الاتحاد قبل الجول الاول كان بيهاجم رمضان اكتر من مره. رمضان راحوا يعني وشاور لهم كان في حاله من السعاده القويه جدا اللي ظهرت على كل دكه الاهلي. اول لما جه الجول الاول ما كانوش مصدقين اللي خلاص يعني الماتش كان بينتهي كانوا قلقانين جدا. اول طبعا بقى لما جه الجول الثاني بدات المناوشات بقى تحصل احتفالات قويه جدا في كل الملعب النهارده. بقى يعني رمضان صبحي هو اللي راح كده وحب اللي هو يرقص رقصه كده بعد الجول على طول كانوا باين السعاده على كل لعيبه الاهلي. صالح جمعه وقف ورقص هو وسعد سمير يعني احتفالات قويه جدا. لكن بعد الجول بدات بقى ودكه الاهلي رجعه حصلت اشتباكات قويه ما بين دكه الاهلي ودكه الاتحاد. حد كده من دكه الاتحاد اتخانق مع الكابتن سيد عبد الحفيظ ودخل كده اعتدى عليه. بدات لعيبه الاهلي تتدخل لكن الحكم كان بيحاول يسيطر على الموقف. خالد قمر هو اللي كان متضايق جدا النهارده من رمضان صبحي ودخل معاه بقى في مشاده قويه جدا ظهرت بعد الماتش. اللعيبه اثناء الماتش كانت بتحاول تهدي خالد قمر لكنه كان منفعل. بعد الماتش على طول دخل برضه في شده قويه جدا وبدا يتخانق مع رمضان لكن اللعيبه بدات تبعدهم عن بعض. لكن خالد كان مصر وبدا يجري كده خدها يعني سبرنت كده جوه عشان يدخل يلحق رمضان وهو داخل غرف الملابس. لكن في ناس كتير كانت بتحاول تمنعه كانت بتحاول توقفه وتهديه. الامن بقى النهارده هو اللي كان حريص اللي هو يخرج جمهور الاتحاد في الاول ويبقى على جمهور الاهلي كده في المدرجات عشان ما تحصلش اي اشتباكات او مناوشات ما بين الجمهورين. جمهور الاهلي موجود في المدرجات بيهتف للاعيبه حتى الان وبيحتفل حتى الان بالفوز الغالي اللي بيحققه على الاتحاد في اللحظات الاخيره وبيتصدر بيه الدوري مؤقتا عن الزمالك كده اللي استلموا لقاء بكره مع سموحه. مليون مبروك النهارده لجمهور الاهلي على الفوز الغالي اللي بيحققه في اللحظات الاخيره وهارد لك لنادي الاتحاد وجمهوره.